تعيش الأمم أحياناً أفضل حالاتها حيث تسود وترتقي، وفي أحيان أخرى تنحدر وتصل إلى الحضيض حتى تنتهك أعراضها ودماؤها وثوابتها دون أن تحرك ساكناً. منذ نحو 3 أشهر يصب عدو دموي حمم أسلحته على شعب شبه أعزل لا يملك سوى العقيدة والإرادة، فقتل وأصاب 10,000 وشرد الملايين وعاد قطاع غزة إلى عصور ما قبل التاريخ. كل ذلك والشعوب العربية والإسلامية مستسلمة خانعة لا حياة فيها سوى محاولات خجولة هنا وهناك. هلا الأمة العربية يعني مخدرة من 100 سنة مش من اليوم، يعني اشتغلوا علينا الاستعمار والصهيونية العالمية لحتى وصلوا لهي المرحلة، وصلوا لمرحلة انه حتى هيئوا لهذا اليوم كل الأنظمة العربية توقف معاه لهذا اليوم. يعني الحجب الموجود والتكثيف على الشعوب انها ما تسوي ولا اي شيء ولا تقوم باي مبادرات حتى على مستوى الدعم الإنساني، يعني بتطلع مثلا على معبر رفح الشاحنات على مسافة 15 كيلو شاحنات بالآلاف، يعني صار لها من يوم الحرب الأولانية وقفوا الناس معهم بس يعني مسكرين المعبر وكذا، فبتحس إنه في مؤامرة مش بس كمان يعني من اليهود ومن أمريكا ومن الغرب كله، صفت على الجميع، يعني صفت حتى يعني خلينا نقول يعني بالعربي إنه الأنظمة العربية بصورة عامة ناش يعني الجميع يعني أصبحوا معروفين للشعوب. يعني أطفال بتموت ونساء بتترمل وزلام كبار بموت والناس تتهدم على بيوتهم والناس كلها بتتفرج، يعني كل الدول العربية بتتفرج، يعني شو شايف يعني أنت؟ بس في النهاية في رب العالمين، أما موقف شعب عربي وكل واحد يعني 95% الشعوب العربية دائما إيدها واحدة، دائما قلوبها على بعض لأن كلهم مسلمين ماشي. احنا ما بنحكي بس فلسطين، بنحكي باي مسلم بيحكي لا اله الا الله محمد رسول الله، مفروض احنا نكون كلنا ضد هذا العدو. فشعوبك العربيه 95% الحمد لله رب العالمين كلها واعيه وكلها متعاطفه وكلها، بس مو طالعه تسوي بيدها شيء. يعني ما في، احنا ليس بيدي حيله، بس بنحكي حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. هذا القمع الاسرائيلي وهذا امريكا الشيطانه اللي عم تعمله في اهلنا في غزه وبالشعب العربي وكلنا عم نتفرج عليه. بنسأل دولنا انه الى متى ننتظر هذا الهجوم الفاسد من امريكا واسرائيل، الى متى؟ بنسأل سؤال لهم الى متى؟ اللي بطلبه من الله وكلبه الله بيعلم شو في جواه مجروح، انه بقول يا رب ان شاء الله صلنا 77 سنة طالعين من البلاد وتشتتنا وتدمرنا ومتنا كل واحد في شكة وبنعيط على بلادنا لحد الآن، بنقول يا رب يا الله تنصر إن شاء الله المقاومة على اليهود يذبحوهم ويرجعون على بلادنا، وهذا اللي بطلبه من رب العالمين. قالت ومعتصمة فهمت كيف جهزوا جيش من العراق عشان وحدة، فاللي بيشوف هذه المناظر بيشوف تقطيع الأولاد والدمار الشامل اللي بيصير على هذا وحاطط إجر على إجر ولبست بدلات ب10,000 دولار، والله إنه هذا حرام، حرام الكرسي فيه وحرام يقعد عليه، لأنه والله أشهد بالله إنه عيب وإنه عار فهمت كيف اللي بيصير، وسكوتنا عليه كمسلمين إنه برضه عيب وإنه عار. بقول لك المسلم يسره ما يسر المسلمين ويسوءه ما يسوءهم، فإن لم يكن كذلك فهو ليس منهم. مش تضحية، لأنه ما في شيء، فيش مجال يقدمه، يعني الحدود كلها مسكر، كيف بدهم يضحوا؟ يعني كان بال 2002 ولا ب14 ولا ب22 نفس الشيء، بنتفرج فقط متفرجين، لا يوجد أي شيء بدعي للأمل حتى من العرب، لكن الفلسطينيين اللي بغزة الله يقويهم يا رب. احنا زي عنترة، عنترة عاش عبد ومات عبد مع انه اكبر فارس في العالم. ما قال ابو عبيدة مش قال لهم لا سمح الله؟ نرجع نقول لهم لا سمح الله نفس الكلام. خذلان واحباط ما بعده احباط، وانا يعني مع اللي بصير بغزة والمشاهد من القتل والدمار قتل الإنسان بدون سبب بدون رحمة، وين القلوب؟ وين الدين؟ وين الرجولة؟ وين النخوة؟ وين العرب؟ وين الناس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل إنسان
بيقدر يساعد غزة وما ساعدهاش. الله ينتقم منه دنيا واخره. ما فيش بضل زي ما هو، كل شيء بتغير ان شاء الله، الحال يتغير لحال احسن ان شاء الله، بس مش اكثر. وناس يعني شغلتهم الدنيا وشغلين، مش سالين لا عن اخر ولا سالين عن جهاد ولا سالين عن شهداء ولا سالين عن الاقصى، فلذلك الفتور بتسلل الانفس. والشعب مش ساكت، ولا واحد من الوطن العربي ساكت. الشعوب العربية والإسلامية البعض منها يعاني القهر والظلم، والبعض الآخر يعاني الإهمال والفوضى رغم الأمان ورغد العيش، إلا أن أمما تابى ألا أن تبقى في ذيل الأمم، وستبقى ما لم تعود إلى ما أعز الله به هذه الأمة. راشد المعيطة، الحقيقة الدولية.